لو عرفنا فوائد تبطيل السجاير بتحصل ايه في الجسم، الانسان لازم هيفكر الف مره. اول حاجه كل ما قلل نسبه النيكوتين في جسمي خلال ساعات، حاجات كتيره قوي في جسمي بتتحسن، التنفس، المعده، حاجات كتيره قوي 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 في وظائف الجسم بتتحسن. طيب خلال ايام، يعني مثلا 10 ايام 15 يوم، بتبص تلاقي بيبتدي النفس يتحسن، لان دايما اللي بيشرب السيجاره ده تلاقيه بيكح، بينهج، يقول لك كحه السجاير. مفيش حاجه اسمها كحه السجاير، ده حضرتك عندك التهابات رئويه وعندك بلاوي سوداء وانت معتقد ان دي كحه السجاير. لا، انت بتكح لانك عندك التهاب شعب هوائيه مزمن، فانت كده كده بتكح. يعني خليني اقول لحضرتك ان يمكن لما جت الكورونا كانت انذار خطر لاي طبعًا. حد كان أكتر بيدخن. ناس حصلت وفيات كانوا المدخنين. انا حد من قرايبي يعني عزيز عليا جدا توفى بسبب انه سجاير كتير جدا، وكان طبعًا. صحة كويسة جدا، لكن سجاير كتير فالرئة ما استحملتش، مع ان بقيت اعضاء الجسم زي الفل. بمناسبة الموضوع ده، انا في حد كان فترة الكورونا هو مدخن بشكل شرس، فبقول له صحتك علشان خاطر، قال لي لا 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 لا، على فكرة ده الدراسات اثبتت ان اللي بيدخن، وكان بيقنع كل اللي حواليه بكده، والله يعني في ناس خلاهم يدخنوا بسبب كده. بالوفيات والله فعلا ده اصل انا على رئتي بيكون موجود مش عارف ايه، فلما بيدخل الكورونا ما بتقدرش ان هي تتعلق بالخلايا. الدراسة دي اللي تقريبا عاملينها بتوع شركات السجاير وما اقتنعش بكل الابحاث اللي اتعملت على مستوى العالم، اللي قالت ان مريض اللي بيشرب سجاير بعتبره مريض لان ده مدمن، ده لازم هيجيله كانسر لانج بعد الشر، يعني سرطان في الرئه، بيحصل التهابات رئويه، تليف في الرئه، تضخم في عضله القلب، ارتفاع في ضغط الدم، ارتفاع في نبضات القلب، قصور في الشرايين التاجيه، بيحتاج يا اما يعمل قلب مفتوح يا اما يعمل قسطره ويركب دعامات. يعني كل الحاجات دي ما صدقهاش، وصدق بس الدراسه اللي نزلت دي. خليني طيب اقول عليها طبعا في دراسه مضروبه، يعني خلينا نبقى ايجابيين ونتكلم عن بعض الناس اللي بيبقوا عايزين ياخدوا شهر رمضان ان هو يعني فرصة. بدايه جديده او فرصه جديده ان هم يقلعوا عن التدخين. وانا بعض الناس تقول لي انا هبطل او هقلل في رمضان، وانا عدد الساعات اللي هي من الفطار للسحور دول هشرب كام سيجاره، مش هخلص علبه او اتنين زي ما بيعملوه في الايام العاديه. فازاي ياخدوا رمضان كفرصه جديده او حافز ليهم ان هم يبطلوا او يقلعوا عن التدخين تماما؟ بالظبط، اول حاجه ان احنا نشرب ميه كتير قوي بين الفطار والسحور، لان ده بيقلل اعراض الانسحاب. لما نشرب ميه كتير قوي بيخفف النيكوتين الموجود في الدم، فيقلل اعراض الانسحاب اللي موجوده اللي هي بتوتر الشخص اللي هو بيبعد عن النيكوتين. تاني حاجه ان احنا ننام كويس وناخد عدد ساعات نوم كافي، لان الاقلاع عن التدخين بيسبب مشاكل في النوم. فنحاول برضو نساعد نفسنا بحاجات طبيعيه، البابونج، مش عارف ايه، مشروبات اللي هي اليانسون، الحاجات الجميله دي اللي بتعمل استرخاء وتهدي، اعشاب، حاجات طبيعيه كلها، وناخدها قبل النوم بحيث ان احنا ننام عدد ساعات كويسه. ده برضو من الحاجات اللي بتهدي العصبيه والتوتر. طبعا ان احنا نبعد عن المشاكل، يعني انا ما لقاش اتنين في الشغل بيتخانقوا اروح انا اخش اتخانق معاهم او اخش، لا، يعني احاول ابعد عن وجودي في توتر، لان انا عارف ان انا عصبي دلوقتي، انا موقف السجاير فانا عندي عصبيه، ما اروحش انا بقى اخش في مشاحنات، ما اخشش يعني مثلا واحنا بنسوق وانت بتسوقي، مش لازم يعني نقعد نكسر على بعض الحاجات دي، خلاص وفروها بعد رمضان. يعني نتلاشى الستات في سواقتنا ايه بالظبط كده. يعني نحاول ان احنا نبعد عن الحاجات اللي تعمل توتر، زحمه في حته، نمشي بالراحه. طب يقفشوا على يعني نفسهم مره واحده، يعني يبطلوا مره واحده ولا بالتدريج؟ لا، لازم بالتدريج زي ما قلنا، ما ينفعش مره واحده، لان ده بيحصل اعراض انسحاب شديده. تاني حاجه، طب اللي مش قادر او بيشرب سجاير كتير قوي، ممكن الدكتور يساعده، ساعتها بيتوجه لعياده مخ واعصاب او طب نفسي واحنا بنساعده. في ادويه واخده FDA approval اللي هي هيئه او منظمه سلامه الغذاء والدواء، واخدين الادويه معينه لعلاج المدمنين على السجاير. ففي ادويه كمان بتتاخد، ممكن لو الواحد مش قادر وما عندوش اراده والموضوع صعب عليه قوي، لا، يبقى ممكن ساعتها بنكتب له على دواء ما هواش فيه نيكوتين، بقى ده ما فيهوش نيكوتين، دوت بيظبط الدنيا وبيخليه بيقرف بقى من السيجاره وما يبقاش بيبقى عاوزها كده بشراهه، وكمان في نفس الوقت بيقلل من اعراض الانسحاب اللي بتحصل وقت ما بنوقف النيكوتين. فاذا هو مرض ادمان لازم ليه علاج وناخده بجديه، مش اي حد بيعرف يوقف، في ناس عندها اراده وفي ناس بتشرب حاجات قليله فتقدر بسهوله، وفي ناس تانية محتاجه تدخل من دكتور. يعني طبعا مش بقول كل الناس، لكن في ناس كتير في رمضان اقلعت. يبقى الفكره ان انا اشرب ميه كتير بين الفطار والسحور، الاكل بتاعي احاول كويس قوي ان انا ما فيش حاجه اسمها السيجاره تبقى على الريق
لان ده بيعمل مشاكل، بيعمل لي حموضه، حاجه غريبه جدا يعني ازاي بيقدروا اصلا. انت اتكلمت على الكلمه اللي قلتيها دي بالظبط، قالتها وقالتها عابره، وهي فعلا بتحصل حقيقه. ناس كتير بيشرب القهوه يقف في البلكونه ياخد سيجاره، ده بيعمل ايه بقى؟ حموضه. لا مالناش دعوه بالقهوه دي عشان بعمل ارتجاع. لا ما دي نفس الكلام، بيعمل ارتجاع من الريق، بيعمل التهابات في المعده. طبعا دي مشكله كبيره، لان انت بتدخني الدخان على معدتك اللي ما فيهاش اي حاجه غير الحمض، فبيزود افراز الحمض، بيحصل تهيج في المعده فيزيد افراز الحمض HCL اللي هو الهيدروكلوريك اسيد، فبالتالي بيحصل التهابات في المعده وارتجاع في المريء. تاني حاجه بيحصل مشاكل في التنفس، لان انا برضو مش واكله حاجه، مش شاربه حاجه، وخدت نيكوتين مركز، يحصل لي برضو مشاكل، ويحصل لي توتر وعصبيه رغم ان انا بشرب الحاجه دي عشان تقلل التوتر والعصبيه. فالعريق ده مش حلو. وتاني حاجه في ناس تقول لك ايه، طب انا اخد وجبه دسمه واخد بعدها السيجاره ايه بتحرق؟ لا دي بتعمل حصوات في المعده. لا مش تحرق، بحبس بالسيجاره. اه ما هو بيحبس بالسجارة. بيحبس بتعمل حصوات في المعده، في المراره، اسفه، حصوات في المراره. يبقى اللي بيشرب السيجاره بعد وجبه دسمه هو ما شربهاش خالص. ما هو ده اللي انا بقوله لك، ما شربهاش خالص. طب اللي بيشربها بعد وجبه عاديه بتقلل امتصاص المعادن والفيتامينات والاملاح الكويسه و يعني اذا هي السيجاره مؤذيه في كل الاحوال. طيب